طلاب، إن شاء الله أخذته بالأسبوع الماضي باللاب تريننج ويا دكتورة هبة. اليوم إن شاء الله راح نكمل وياكم أنا دكتورة أنوار، شلون نسوي استيميشن اوف ليبيد بروفايل اللي هي سيروم كوليسترول ترايجليسيرايد اتش دي ال ال دي ال في ال دي ال. طلاب الصوت واضح؟ نعم دكتورة واضح. اوكي دكتورة، بس سوي عرض مال السلايدات. يصير شوية من أسوي عرض يصير صوت يعني صدى قوي إذا بالجروبين. قبل لا نروح نعرف شلون يصير خربطة بالليبد الموجود بالسيرم، راح نبدي فد مقدمة بسيطة عن شنو الليبد، شلون ينتقل بالسيرم، شنو الإنزيمات اللي تدخل بالليبد ترانسبورت. بعدين نحكي عن الديز اوردر الخاصة بالليبد. الليبد شنو هو؟ هو هيتروجينيوس كومباوندز انكلودينج فاتس اللي هو فاتي اسيد بحالة سوليد ستيت، اويلز فاتي اسيد بحالة ليكويد ستيت، ستيرويد اللي هو مثل كوليسترول، واكسز اللي هي فاتي اسيد وذ لونج تشين اوف الكحول. الانواع الليبد الموجوده بالسيرم اربع انواع اللي هي فاتي اسيد، توتال كوليسترول، ترايجليسيرايد، فوسفوليبيد. الفاتي اسيد شلون يصير له انتقال بالبلازما؟ عن طريق ارتباطه بالالبومين. التوتال كوليسترول، ترايجليسيرايد والفوسفوليبيد راح تنتقل بالبلازما عن طريق ارتباطها بالمركب يسمونه اللايبوبروتين. هسه نجي شنو الامبورتنس اوف ليبيد؟ اذا از ا سورس اوف انرجي يا نوع من الليبيد اللي هي الترايجليسيرايد. بالبروتكشن اللي هي الفوسفوليبيد، بروتكت البودي اجينست ديزيز باي هيدروفوبيك بارير. بالثيرمال اند الكتريكال انسوليتر، بما ان الليبيد هو نيوترال اذا ما بي اي شحنات فهنا يعتبر كعازل كهربائي وحراري. بالهرمونات مثل الستيرويد هرمون اللي هو استروجين، بروجسترون، تستوستيرون، الدوستيرون الى اخره. يدخل ايضا بتركيب الفيتامينات، هي هي الموجوده بكلمه ايديك A D E K، بروستوغلاندين اللي هي بروستوسايكلين، ثرومبوكسان، بالبايل سولت اللي هو يساعد لي ايد في الفات دايجستشن. ايضا يدخل تركيب اللايبوبروتين اللي هي راح هذا المركب اللي هو راح يساعد لي على نقل الدهون اللي هي توتال كوليسترول، ترايجليسرايد والفوسفوليبيد. بس شلون يصير عملية نقل للليبيد؟ عن طريق هذا المركب اللي هو اللايبوبروتين. اللايبوبروتين يتكون من جزئين، جزء ليبيد وجزء بروتين يسمونه أبو بروتين. إذا اللايبوبروتين هو شنو هو؟ Where they are a combination of lipid and protein اللي هو الأبو بروتين. ليش يتكون اللايبوبروتين؟ Formed in order for transport lipid between the tissues insoluble aqueous medium. اللايبوبروتين كلاسيفايد اعتمادا على يمن على الدنسيتي وتشارج اوف اللايبوبروتين مقسمة، وايضا حسب السايز، يعني مقسمة اعتمادا على الدنسيتي وتشارج والسايز. بما ان اللايبوبروتين يحتوي على ليبيد وبروتين جزئين، فالجزء السايز يمثل لي الليبيد والجزء الدنسيتي تمثل لي البروتين. إذا بما أن اللايبوبروتين يتكون من جزئين ليبيد وبروتين، الجزء الخاص اللي هو الخاص بالسايز يمثل لي الليبيد. كل ما كان أكثر ليبيد يعني يكون هو أكثر سايز، أما إذا كان أكثر دينسيتي اللي هو أكثر بروتين فهو أكثر دينسيتي. الدينسيتي تتناسب عكسيا ويا السايز. بما أن اللايبوبروتين يتكون من جزئين هو ليبيد وبروتين، والخاص بالسايز اللي هو الليبيد، كل ما كان اللايبوبروتين بأكثر ليبيد فهو شنو؟ أكبر سايز، وبالعكس يكون أقل دينسيتي. إذا كان أكبر سايز يكون أقل دينسيتي، وإذا كان أكثر دينسيتي يعني أكثر بروتين يكون أقل سايز. واضح هذا السلايد طلاب؟
طلاب واضح هذا السلايد؟ هسه شلون عندنا طريقتين لقياس اللايبوبروتين اللي هي الترا سنترفيجيشن والالكتروفوريسيس. الالترا سنترفيجيشن تعتمد على السايز، يعني كل ما كان بي اكثر ليبيد كل ما هو اكبر حجم. اذا يا نوع من اللايبوبروتين يكون هو اكبر حجم اللي هو الكايلومايكرون، بعدين الفي ال دي ال، ال دي ال والاتش دي ال. الاتش دي ال اقل سايز لكن هو اكثر دينسيتي لان بي اكثر شيء بروتين. اذا اكبر انواع اللايبوبروتين بالحجم هي الكايلومايكرون واصغرها هي الاتش دي ال. حسب الالكتروفوريسيس تعتمد على التشارج، بما ان الليبيد هو نيوترال ما بي شحنات والبروتين هو يحوي على النيجاتيف تشارج، اذا اعتمادا على اللي بي اكثر بروتين اللي هو اكثر نيجاتيف تشارج اللي هي الاتش دي ال راح تتوزع وين؟ تصير بالالفا. الفي ال دي ال تكون بالبري بيتا، الانتر دنسيتي بالبراود بيتا، واللاو دنسيتي بالبيتا، والكايلو مايكرون بالاورجن. اذا الكتروفوريسيس تعتمد على يمن على البروتين اللي هو يا بي اكثر بروتين اللي هو الاتش دي ال يكون بالالفا، والكايلو مايكرون يكون بالاورجن. فهنا راح يكون توزيع حسب الالكتروفوريسيس الى الالفا، البري بيتا، بيتا والبراود بيتا، والكايلو مايكرون بالاورجن لان ما بي بروتين، اقل شيء اكثر شيء بي ليبيد. هسه نجي وظيفه اللايبوبروتين، كل وحده شنو وظيفتها. الكايلو مايكرون عندنا هنا كايلو مايكرون شنو راح حسب هذا الرسم، هذا الكايلو مايكرون شنو راح ينقل لي؟ راح ينقل لي الاكزوجينيوس الترايجليسيرايد مسؤول لي اللي هو الدايتري ترايجليسيرايد من الانتستين المن الى الاديبوس تيشو والسكيلتال مسل. هذا الكايلو مايكرون مسؤول عن نقل الاكزوجينيوس ترايجليسيرايد اللي هي الدايتري ترايجليسيرايد تيجي من الدايت المن الى الاديبوس تيشو والسكيلتال مسل. الفي ال دي ال مسؤولة عن نقل الاندوجينيوس ترايجليسيرايد اللي هي اللي تصنع داخل الليفر المن ايضا الى الاديبوس تيشو والسكيلتال مسل. الانتر دنسيتي لايبوبروتين هذا نوت ديتكتبل ان ذا بلاد، يتكون من الفي ال دي ال بعدين راح يتحول الى ال دي ال. ال دي ال مسؤولة عن نقل الباد كوليسترول. ال HDL مسؤولة عن نقل ال good cholesterol تجمعها من ال body tissue وترجعها to the liver. هسه خلصنا هنا فوائد اللايبوبروتين، نجي الجزء الخاص اللي هو الابوبروتين. بما ان اللايبوبروتين تتكون من جزئين ليبيد وبروتين، والجزء هذا البروتين يسمونه ابوبروتين. اذا هذا الابوبروتين شنو هو؟ هو عبارة عن بروتين component of lipoprotein. They are complex formally of polypeptide. شنو وظيفته؟ هذا إلى وظيفتين، physical function و regulatory function. الphysical function شنو وظيفته؟ حتى تزيد لي solubility of lipid and control the transport in the aqueous media. وظيفته حتى يزيد لي ذوبانية مات الليبيد ويساعد لي بالانتقال داخل الأكيوس ميديا. إلى وظيفة ثانية اللي هي regulatory function، حتى يسوي لي control للليبيد metabolism through providing recognition site for cell surface receptor اللي هي الأبوبي، يعني يعتبر كوفاكتور يميز لي المن الى يا نوع من اللايبوبروتين الى ال جي ال، والابو اي يميز لي كايلو مايكرون ريمننت، او يسوي اكتيفيشن بسيرتين انزيم يعتبر كوفاكتور حتى يحفز لي نوع من الانزيمات اللي هي ال كات. الابو اي يحفز ال كات اللي هو ليسيثين كوليسترول اسايل ترانسفيريز، او الابو سي 2 اللي هو يحفز لي اللايبوبروتين لايبيز. اذا وظيفه الجزء الابوبروتين الموجود باللايبوبروتين وظيفته اما فيزيكال فانكشن حتى تزيد السوليوبيليتي والترانسبورت بالاكيوس ميديا، او وظيفته حتى يسيطر لي على الليبيد ميتابوليزم بان يسوي ريكوجنيشن سايت كما في الابو بي بالال دي ال، او الابو اي بالكايلو مايكرون، او يسوي لي اكتيفيشن
المن حتى يزيد سرعة هاي الإنزيمات اللي هي الإلكات اللي هو الأبو أي أو الأبو سي 2 اللي هو خاص باللايبوبروتين لايبيز. شنو المصادر مع الأبو بروتين سواء كان A, B, C, E؟ الـ A, B, C, E المصدر مالتها موجود وين؟ بالقط. تحمل أنواع من اللايبوبروتين الكايلو مايكرون. الـ B والـ C والـ E موجودة بالليفر، موجودة يا نوع من اللايبوبروتين يحملها الـ VLDL، تميز الـ VLDL. الـ B خاصة بالـ VLDL ويحملها يا نوع من اللايبوبروتين اللي هو الـ LDL، إذن الـ B خاصة بالـ LDL. الـ HDL الـ A والـ C والـ E سواء كان بالقط أو الليفر وهي خاصة بالـ HDL. هسه هذا الجدول مهم، الأبو أي يسوي لي اكتيفيشن المن الفانكشن مالته إلى هذا الإنزيم اللي هو الإلكات لستين كوليسترول أسايل ترانسفيريز موجود قلنا بالـ HDL يحمله نوع اللايبوبروتين بالكايلو مايكرون. البي 48 موجودة بالكايلو مايكرون والفي ال دي ال حتى تسوي كاري للكوليسترول إستر. البي 100 حتى ترتبط بالـ LDL ريسبتر موجودة بالـ LDL والـ VLDL. الـ C2 حتى تسوي اكتيفيشن لللايبوبروتين لايبيز اللي هو راح يحطم لي الترايجليسرايد الدهون الثلاثية موجودة بكل ما عدا الـ LDL. C3 تسوي انهيبيشن بالعكس لللايبوبروتين لايبيز. الـ E موجودة بالكايلو مايكرون والـ VLDL remnant. طلاب واضح هذا الجدول؟ وياي طلاب؟ هنا؟ واضح؟ دكتورة تقدرين تعيدينه؟ تمام. هسه هنا نوع الأبو بروتين شنو الوظيفة مالته؟ الأبو أي شو يسوي الاكتيفيشن المن وظيفته لهذا الانزيم اللي هو الكات ليسيتين كوليسترول اسايل ترانسفيريز موجود بيا نوع من اللايبوبروتين بال HDL بالكايلو مايكرون. البي 48 موجود وين؟ بالكايلو مايكرون وال VLDL. شنو وظيفته؟ حتى يسوي كاري الى الكوليسترول استر. البي 100 حتى يرتبط بالـ LDL موجود بالـ LDL وبالـ VLDL هذا اللايبو بروتين اللي يحوي على هذا الأبو بروتين. الـ C2 موجودة بكل ما عدا بالـ LDL شنو نسوي؟ Activation لللايبو بروتين لايبيز. هذا الإنزيم هو اللي راح يحطم لي الدهون الثلاثية يسوي لي هيدروليسيس للترايجليسرايد حولها للفري فاتي أسيد والجلايسيرول. C3 أيضا موجودة بين كل ما عدا بالـ LDL تسوي لها inhibition لللايبوبروتين لايبيز عكس هذا. الـ E موجودة بالـ remnant سواء بالكايلو مايكرون أو بالـ VLDL remnant حتى ترتبط وين binds to بالـ receptor remnant. هسه نجي هنا الإنزيمات اللي راح تدخل بالليبيد ترانسبورت سواء كان الكات لايبوبروتين لايبيز هيباتيك لايبيز او هرمون سنسيتيف لايبيز. الالكات هو ليسيتين كوليسترول اسايل ترانسفيريز. ليسيتين كوليسترول اسايل ترانسفيريز هذا وين موجود؟ بالليفر. راح يصير لتحفيز بواسطه شنو؟ يا نوع من الابو بروتين هو الابو اي 1 يحفز لي الالكات حتى شو يسوي لي؟ يسوي لي هيدروليسيس للكوليسترول زائد الليسيتين تحوله الى كوليسترول استر. من تحول الى كوليسترول استر راح يصير له سيكويسترز يصير مور هيدروفوبيك يصير سيكويسترز وين؟ بال HDL. اذا الالكات حتى يحول الكوليسترول الى كوليسترول استر ويخزنه وين؟ بال HDL يتحفز بواسطه يا نوع من الابو بروتين ابو A1.
اللايبوبروتين لايبيز وين موجود؟ بالأديبوز تيشو، بالسكيلتال مصل، بالكارديوك تيشو. تتحفز قلنا بيمن يا نوع من الأبوبروتين أبو سي 2، حتى تحطهم لي تسوي هيدرولايسز للترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثية، إما الفري فاتي أسيد زائد جلايسيرول. الهيباتيك لايبيز وين موجود؟ أيضا بالليفر، نفس مفعول اللايبوبروتين لايبيز، لكن يشتغل على اليمن على الكايلو مايكرون والفي ال تي ال ريمينت. حطهم الترايجليسرايد الموجودة بالفي ال دي ال ريمينت. الهرمون سنسيتيف لايبيز او التيشو لايبيز يسمونه، او يسمونه موبولايزنج لايبيز. هرمون سنسيتيف لايبيز، تيشو لايبيز، موبولايزنج لايبيز. ايضا راح تسوي لي هيدرولايسيز للترايجليسرايد للجلايسيرول والثري فاتي اسيد. هاي امتى يتنشط هذا الانزيم يصير بي اكتيفيشن؟ بحالة الفاستينج، من تزداد عندي الكاونتر ريجوليتوري هرمون اللي هي جلوكوغان، ابنفرين، نور ابنفرين، ادرينالين، جروث هرمون، تثبط بحالة وجود الانسولين. اذا قلنا هاي الانزيمات اللي هي الالكات، لايبوبروتين لايبيز، الهيباتيك لايبيز، الهرمون سنسيتيف لايبيز، هاي كلها الانزيمات اللي راح تدخل لي بعملية الليبيد ترانسبورت. واضح الطلاب هذا السلايد؟ طلاب هذا السلايد واضح؟ واضح دكتور. ذاك الجروب ماكو احد. طلاب واضح هذا السلايد؟ يعني سلو اسوي لكم اورال من نهاية المختبر، الظاهر يعني داخلين بدون. دكتورة ممكن تعيدي؟ تمام. الإنزيمات الخاصة بالليبيد ترانسبورت أربع أنواع: الإلكات واللايبوبروتين لايبيز، الهيباتيك لايبيز، والهرمون سنسيتيف لايبيز. الإلكات اللي هو الليسيتين كوليسترول أسايل ترانسفيريز، وين موجود هذه؟ بالليفر. راح يصير له تحفيز بواسطة الأبو أيوان حتى يحول الكوليسترول إلى كوليسترول إستر ويصير مور هيدروفوبيك ويتخزن وين؟ بالـ HDL. هذا وظيفة الـ LCAT، يتنشط بالأبو بروتين أيوان. اللايبو بروتين لايبيز قلنا موجودة بالسكيليتال مصر، بالكاردياك تيشو، بالأديبوس تيشو. يصير الأكتيفيشن بوجود الكوفاكتر اللي هو أبو سي 2 حتى يسوي لي هيدرولايسيز للترايجليسرايد الى الجلايسيرول 3 فاتي اسيد. الهيباتيك لايبيز موجوده بالليفر، ايضا نفس عمل اللايبوبروتين لايبيز، لكن تشتغل على اليمن على الترايجليسرايد تسوي لي تحتيمه، اليمن موجوده بالفي ال دي ال ريمينانت. الهرمون سنسيتيف لايبيز الى اسم ثاني اللي هو تيشو لايبيز او موبولايزنج لايبيز. هذا الانزيم راح يحطوني ايضا ترايجليسرايد الى الجلايسيرول ثريفاتي اسيد. يصير الاكتيفيشن بحاله الفاستنج بوجود الكاونتر ريجوليتوري هرمون جلوكوغان، ابنفرين، نور ابنفرين، جروث هرمون. يصير الانهيبيشن بحاله وجود الانسولين. هسه هنا لازم نعرف شلون يصير ميتابوليزم لللايبوبروتين. عندنا تو سايت for synthesis of lipoprotein اللي هي الانتستين والليفر. الانتستين راح يصنع لي الكايلو مايكرون، قلنا الكايلو مايكرون هو اكبر لايبوبروتين بالحجم. راح وظيفته شنو ينقل لي؟ الاكزوجينيس ترايجليسيرايد، دايتري ترايجليسيرايد وسمول اموت من الكوليسترول، الى من ينقلها الى الاديبوس تيشو والسكيليتال مصل ويتحول بعدين إلمن إلى كايلو مايكرون ريمينانت، يدخل بالليفر. بالليفر، الليفر مسؤول عليمن عن تصنيع الـ VLDL والـ HDL. الـ VLDL مسؤولة عن نقل الـ endogenous قلنا للترايجليسيرايد اللي تصنع داخل الليفر، إلمن أيضا إلى الـ adipose tissue والـ skeletal muscle. يتحول إلمن إلى الـ interdensity lipoprotein. الانتردينسيتي اما تدخل راسا للليفر ترجع تصنع لي الفي ال جي ال،
أو شنو راح تتحول إلى low density lipoprotein. low density شنو قلنا مسؤولة عن من؟ عن نقل الباد كوليسترول. ال LDL إذا موجودة بالcirculation طبعا تكون هي مضرة للجسم، يمكن أن تسبب atherosclerosis ischemic heart disease. لذلك بصورة طبيعية راح يتخلص منها الجسم طريقتين، إما بريسبتر ديبندنت باثوي أو طريقة سكافنجر باثوي اللي هو بوجود المونوسايت والماكروفاج. 70% من عملية الاكسكريشن LDL من السيركيليشن بواسطة الريسبتر ديبندنت باثوي، 30% بواسطة السكافنجر باثوي. بحالة الابنورمال هذول الأشخاص يصير عندهم اسكيميك هارت ديزيز، يصير عندهم اثيروسكليروسيس، راح نتخلص من ال LDL عن طريق السكافنجر باثوي اللي هو مونوسايت أو الماكروفاج. قلنا الليفر يصنع لي أما ال VLDL أو ال HDL. ال HDL شنو وظيفته؟ نقل الجود كوليسترول، تسوي ريفيرس كوليسترول ترانسبورت، تجمع من التشو وترجعها للليفر حتى تتخلص منه بأن تسوي بايل سولت، تحول الكوليسترول إلى بايل سولت بايل أسيد. إذن هنا تو سايت لصناعة اللايبوبروتين اللي هو الانتستين والليفر. الانتستين ينطيني الكايلو مايكرون وينقل لي الإكزوجيني الإندوجيني الإكزوجينيست ترايغليسيرايد، والليفر يصنع لي الـ VLDL والـ HDL. طلاب واضح هذا السلايد؟ إذا أسألكم أورال المجموعة الأولى واضح؟ مجموعة ثانية واضح هذا السلايد؟ نعم دكتورة واضح. هسه نبدي شلون يصير عندنا ديسليبيديميا، شلون يصير خربطة بكمية الدهون الموجودة بالسيرة. احنا من عرفنا شنو الدهون شلون تنتقل عن طريق اللايبوبروتين، شلون يصير اللايبوبروتين ميتابوليزم، هسه شلون يصير الديسليبيديميا. شو هي الديسليبيديميا؟ الديسليبيديميا هي is a disease state associated with abnormal serum lipid caused by disorder in lipoprotein metabolism. متون شرحنا lipoprotein metabolism. إذا من يصير disorder in lipoprotein metabolism راح يصير dyslipidemia اللي هي أما malfunction بالsynthesis أو بالtransport أو بالcatabolism of lipoprotein. إذا هي disease state associated with abnormal serum lipid، هي حالة مرضية نلاحظ بيها خربطة بكمية الدهون الموجودة بالسيرة. نتيجة شنو؟ نتيجة الديسوردر بيمن باللايبوبروتين ميتابوليزم. اللايبوبروتين اللي هي تنقل الدهون سواء كان بالسينثيسيس أو بالترانسبورت أو بالكتابوليزم مثل اللايبوبروتين. بس resulting either overproduction of the lipoprotein or decrease باللايبوبروتين level. عندكم هاي النوعين من السيرة، هذا بحالة النورمال انديفيدوال السيرم مالته كلير، وهذا حالة شنو البيشنت اللي هو صار عنده خربطة بالدهون، نا طبقة الدهون واضحة على شكل كريمي لاير. الديسليبيديميا is associated with increased risk of atherosclerosis related disease. طبعا نصير ديسليبيديميا يمكن أن تسبب لأمراض أخرى مثل atherosclerosis, ischemic heart disease, سترا. إذا الديسليبيديميا تحدث نتيجة شنو؟ نتيجة disorder باللايبوبروتين ميتابوليزم سواء كان بالسينثيسيس بالترانسبورت بالكتابوليزم أو في اللايبوبروتين. هسه الديسليبيديميا تكون نوعين، مو قلنا أما يصير زيادة كمية اللايبوبروتين أو قلة الليفل أوف اللايبوبروتين. إذا زيادة باللايبوبروتين يسمونه هايبر لايبوبروتينيميا، وإذا قلة باللايبوبروتين يسمونه هايبو لايبوبروتينيميا. الهايبر لايبوبروتينيميا يكون نوعين، أما هيرديتاري جينيتيك انهيرتد
يسمونه برايمري هايبر ليبيديمي او نتيجه اذر ديزيز اذر كوز اللي هو سيكندري هايبر ليبيديمي يسمونه اكوايرد. النوع الاول اللي هو الانهيرتد جينيتيك اسمه فريدريكسن كلاسيفيكيشن، قسمه الى 5 انواع. النوع الثاني المكتسب نتيجه انذر ديزيز يكون اما زياده فقط بالتوتال كوليسترول يسمونه بري دومينانت هايبر كوليستريميا، او زياده فقط بالترايجليسيرايد يسمونه بري دومينانت هايبر ترايجليسيرايديميا، انخفاض في الليفل مات اللايبوبروتين اما الهايبو لايبوبروتينيميا او برايمري اللي هو جينيتيك او يكون سيكندري اللي هو الهايبر لايبو بروتينيميا. اذا هنا الديسليبيديميا اما زياده باللايبوبروتين او انخفاض باللايبوبروتين، اذا زياده اما انهيرتد او اكواير. النوع الاول اللي هو البرايمري ان الهيرديتري الجينيتيك يسمونه فريدريكسون كلاسيفيكيشن، راح نقسمه الى 5 انواع. اذا النوع الاول التايب 1 اللي هو زياده فقط بالكايلو مايكرون يسمونه فاميليال كايلو مايكرونيميا. النوع الثاني يكون اي وبي، اذا اي فقط زياده بهذا اللايبوبروتين ال دي ال يسمونه فاميليال هايبر كوليستريميا. الثاني بي زياده بال ال دي ال وال في ال دي ال فاميليال كومبايند هايبر ليبيديميا. الثالث بالانتر دينستي لايبوبروتين فاميليال ديسبيتا لايبوبروتينيمي. الرابع بال في ال دي ال فاميليال هايبر ترايجليسيرايديميا. اذا زياده بال في ال دي ال، في ال دي ال شنو تنقل لي ترايجليسيرايد، اذا يسمونه فاميليال هايبر تريجليسيرايديم. النوع الخامس بالفي ال دي ال الكايلو مايكرون يسمونه ميكست هايبر ليبيديمي. النوع الاول يكون كلش رير، النوع الثاني كومن، النوع الثالث ايضا رير، والخامس والرابع يكون شائع كومن. واضح طلاب هاي مجموعه هذا السلايد؟ نعم دكتورة. واضح طلاب هذه؟ واضح. تمام. العفو دكتورة. نعم. بس إذا بدنا ترجعين على السلايد قبله. هذا السلايد؟ اي نعم دكتور. هذا التايب 3 الارتفاع بشنو هذا؟ شنو ينقري هذا الاي دي ال؟ انتر دينستي لايبوبروتين. ممكن هذا الانتر دينستي منين يصنع من الفي ال دي ال ينتج؟ فهنا ايش راح يسمونه هذا النوع؟ يسمونه ديس بيتا لايبوبروتينيمي. تمام دكتور. الفي ال دي ال شيء اللي الترايجليسيراي يسمونه فاميليال هايبر ترايجليسيرايديمي. ال LDL شنو الكوليسترول؟ فاميليال هايبر كوليستريمي. ال LDL وال VLDL اثنيناتهم زايدات يسمونه كومباين. طلاب هذا السلايد هنا برايمري هايبر ليبيديمي هذا كلش مهم، دائما اجيب من اسئله بالامتحان بالكيسات، والكيسات موجوده عندكم بالكروك، كتاب الكروك. انتبهوا يا الطلاب بهذا السلايد، يعني هذا اكثر الاسئله تجي من هذا السلايد. شلون نعرف هنا النوع الأول وين يصير؟ بيا نوع من اللايبوبروتين شنو اسمه؟ بيا نوع من اللايبوبروتين والجينيتيك ديفكت شنو هو؟ شلون نشخصه بالبيشنت؟ شلون نشوفه بالسيرم؟ النوع الأول قلنا التايب 1 يسمونه كايلو مايكرون سيندروم. إذا الخربطة بيما يا نوع من اللايبوبروتين زيادة بالكايلو مايكرون. الكايلو مايكرون قلنا شنو ينقل؟ الترايجليسيرايد. إذا الليبيد الموجودة به هو الترايجليسيرايد. الديفكت وين يصير نتيجة الخربطة بيمن؟ أما بالإنزيم اللي هو اللايبوبروتين لايبيز اللي يحطم الترايجليسيرايد، طلاب قلنا اللي يحطمه إلى الجلايسيرول وثري فاتي أسيد. فإذا كان هذا الإنزيم ديفيشنسي أو
الخلل بيمن بالكوفاكتر اللي هو بالأبوسيتو اللي خاصة باللايبوبروتين زي ما قلنا هنا. أما الخلل بيمن باللايبوبروتين هذا كلش ما موجود، أو الخلل بالكوفاكتر. هذا النوع يكون هو رير. الكلينيكال فيتشر شلون يشخصهم هذول الأشخاص؟ يصير عندهم الربتف زانثوما، هيباتوسبلينوميغالي، ليبيميا ريتيناليس. هيباتوسبلينوميغالي، ليبيميا ريتيناليس. طبعا هنا تلاحظون وجود كتل من الدهون حول الجفن مال العين. وأيضا يمكن أن نميز وجود هنا الكورنري هارت ديزيز ما موجودة، لكن البنكرياتيتس موجودة وين؟ بالأطفال بالنوع الأول. شلون نشوفها بالسلايد؟ إذا دخلنا بالمختبر نشوف السلايد. طبعا هذا السلايد الأول بحالة النورمال إنديفيدوال يكون كلير. النوع الثاني لأن زيادة بالكايلو مايكرون، والكايلو مايكرون قلنا شبيها حجمها كبير، راح يكون على شكل كريمي لاير. النوع الثاني قلنا هو إما A أو B. الـ A اللي هو familial hypercholesterolemia اللي هو زيادة بيمن بالـ LDL. الـ LDL هذا اللايبوبروتين ينقل إياه هو التوتال كوليسترول، لذلك قلنا familial hypercholesterolemia. الخلل بيمن بالريسبتر اللي هو الـ LDL ريسبتر أو بالكوفاكتر الأبوبي الخاصة بالـ LDL، هذا النوع يكون هو common. شلون الشخص هذولي بالإنديفيدوال الأعراض السريرية الموجودة عندهم؟ يكون عندهم زانثوما بالهاند بالألبو والكورنيار أرسي، يعني وجود كتل من الدهون سواء بالباك بالهاند بالألبو. وجود أيضا شنو؟ كورنيار أرسي اللي هي وجود دهون حول القرنية مات العين. شلون هنا نشوفه هذا؟ طبعا هنا الكورنري هارت ديزيز كلش واضحه، لان الكوليسترول هو يمكن ان يترسب على عضله القلب، فهنا يكون واضحه الكورنري هارت ديزيز بالنوع الثاني. بنكرياتيتس هنا ما تكون موجوده. التست تيوب شلون نشوفه بالسلايدات؟ يكون كلير. ليش؟ لان كم ال LDL حجم ال LDL يكون حجمه صغير، لذلك يكون كلير. النوع الثاني A. النوع الثاني B اللي هو combined hyperlipidemia، زيادة بيمن بالtotal cholesterol بالترايجليسيرايد. ال VLDL وال LDL، الخلل بيمن إما بال LDL أو بال VLDL receptor أو بالكوفاكتر الأبو، هذا يكون أيضا نوع شائع. هنا يختلف هذا النوع ال 2B عن 2A، ماكو زانثوما. إذا الدفرنس بين الثاني B عن الثاني A هو ماكو زانثوما. الكورنري هارت ديزيز موجودة لكن قليلة، البنكرياتيتس ما موجودة. بما أن الـ VLDL والـ LDL حجمهم كبير، إذا شلون نشوفهم بالتست تيوب؟ تربد، نشوف شكل السيرم على شكل تربيديتي. النوع الثالث اللي هو يسمونه ديسبيتا لايبوبروتينيمي، الخلل بيمن بيمن نوع من اللايبوبروتين اللي هو الانتردينستي لايبوبروتين. الانتردينستي لايبوبروتين اللي هي الشيء اللي توتال كوليسترول والترايجليسيرايد. الجينيتيك ديفكت نتيجة الخلل بالكوفاكتر اللي هو الابو اي، ويكون هذا النوع رير. هذا شنو الكلينيكال فيتشر الاعراض السريرية الموجودة بالديسبيتا لايبوبروتينيمي بالنوع الثالث؟ فالمر سترال، زانثوما، كورنري أرسي، وأهم ما يميزه هو البيرفرر فازيكولار ديزيز. بيرفرر فازيكولار ديزيز يميز يانو يميز النوع الثالث. الكورنري هارت ديزيز أيضا موجودة لأن زيادة بالتوتال كوليسترول والترايجليسيرايد الدهون الثلاثية والكوليسترول. البنكرياتيتس موجودة لكن قليلة.
بما ان الانتردنسيتي لايبوبروتين ايضا حجمها كبير، اذا نشوف التست تيوب شنو تربيديتي. النوع الرابع اللي هو فاميليال هايبر ترايجلايسيرايديميا، نتيجة الخلل بمن يانا عن اللايبوبروتين اللي هو الفي ال دي ال اللي هو ينقل للترايجلايسيرايد، لذلك سميناه فاميليال هايبر ترايجلايسيرايديميا. الجينيتيك ديفكت نتيجة الخلل بالفي ال دي ال اوفر برودكشن الى الفي ال دي ال، بيكون هذا ايضا كمان اهم كلينيكال فيتشر تميز لي النوع الرابع اللي هو الانسولين ريزيستنس اللي هو الهايبر انسولينيميا، زيادة بكمية إفراز الإنسولين يعني تايب 2 دي ام إنسولين ريزيستنس. هايبر إنسولينيميا تميز للنوع الثالث. البيرفير فازيكولار ديزيز تميز للنوع الثالث. الإنسولين ريزيستنس تميز للنوع الرابع. البنكرياتيتس موجودة لكن قليلة، ويكون هذا بما أن الـ VLDL حجمها كبير أيضا نشوفها بالتيستيو تيربيديتي. النوع الخامس اللي هو familial mixed hyperlipidemia زيادة بالكايلومايكرون والفي ال دي ال اللي تنقل للترايجليسيرايد. الجينيتيك ديفيت بيمن بالفي ال دي ال او باللايبوبروتين لايبيز ديفيشنسي، ماكو هذا الانزيم او بالكوفاكتور اللي هو الابو سي 2، يكون هذا النوع رير. الكلينيكال فيشر اللي يميز هذا النوع الخامس اللي هو الاربتيف زانثوما، وايضا وجود الكورنري البنكرياتيتس. الكورنري هارت ديزيز اما تكون موجوده او ما موجوده، لكن البنكرياتيتس بالنوع الخامس كلش واضح. بما ان الكايلوماكرون حجمه كبير والفي ال دي ال حجمه كبير، اذا نشوفها بالتيست تيوب تيربيديتي. اللاب واضح هذا السلايد دكتوره؟ نعم دكتوره. ذني اخر انواع كلهن السيرم مالتهم يكون تيربيد، شلون نفرق بيناتهم؟ يعني نعطي معلومات اضافيه وياهم لو يعني كلنا نستوعب المظهر؟ لا، من الكلينيكال فيتشر مالت البيشنت. طبعا انت تاخذ اول شيء معلومات، تسال البيشنت شنو الساين والسيمتوم. نعم. وبعدين من تسوي له بالدايجنوسيس بالمختبر بالتستيوبات راح تشخصه تميزه. يعني هذا النوع حاله النورمال انديفيدوال، هذا بحاله الكايلو مايكرون اللي هو كريمي. وشنو قلنا الكلينيكال فيتشر موجود بي بما اكثر شيء بالاطفال يصير عندهم بنكرياتيتس، يصير عندهم زانثوما، هيباتوسبلينوما قالي هذول يصير عندهم. يعني من خلال الكلينيكال فيتشر ومن خلال تشخيصه بالمختبر، يعني وحده تكمل الثانيه، ومن خلال كميه ايضا هنا من بعدين نعطيكم ايضا بالكيسات كمية الترايجليسرايد أو الكوليسترول الزايدة عندهم. وإذا عندهم هم مثلا هذول جاء أقول لكم هذا عنده مثلا family history، إذا هو عنده family history أكيد هذا شنو راح نحوله إلى يا نوع إلى النوع الأول. إذا هو أصلا ما عنده family history لكن عنده زيادة بالتوتال كوليسترول أو بالترايجليسرايد وعنده أمراض أخرى مثلا ثايرويد عنده disorder أو عنده GM، نقول هذا شنو هو النوع الثاني اللي هو secondary acquired. واضح طلاب هذا السلايد؟ طلاب واضح هذا السلايد؟ نعم دكتورة. حسنا وياي؟ حسنا واميف؟ نعم دكتورة. زهرة؟ زهرة محمد؟ نحتاج أعيد هذا السلايد لو واضح؟ أغلب الأسئلة أجيبها من هذا السلايد. زينب حسين. نعم دكتورة واضح. تمام. هسه قلنا النوع الثاني، النوع الأول نتيجة وجود family history اللي هو genetic، وقلنا هو خمس أنواع. النوع الثاني اللي هو secondary hyperlipidemia نتيجة other cause، يعني وجود أمراض أخرى هي سببت لي
الزيادة أو الخربطة أما بالتوتال كوليسترول أو بالترايجليسرايد. فإذا كان البريدومينانت هايبركوليستريمية اللي هو مثلاً هايبوثايرويدزم، نيفروتيك سيندروم، جليوسيستاتيز، أكوت إنترميتنت بورفيريا ودرجات. هسه نجي هنا إذا هو ثايرويد ديس أوردر هايبوثايرويدزم. هايبوثايرويدزم يمكن أن يزيد لي يسبب لي السكندري هايبركوليستريمية. ليش؟ لأن الثايرويد هرمون شنو وظيفته؟ يقلل السيرم توتال كوليسترول. شلون؟ باي فورميشن الهيباتيك ال دي ال ريسبتور، فزيد لي ريموفال اوف الفري كوليسترول فروم سيركيليشن. يعني وجود الثايرويد هرمون سواء كان التي 3 او التي 4 حتى يزيد لي عمليه تصنيع الريسبتورات اللي هي ال دي ال اللي هي تنقلل توتال كوليسترول من السيركيليشن وتتخلص منه. اذا ما عندي ثايرويد هرمون صار deficiency، يعني صار hypothyroidism deficiency بالT3 والT4، بهاي الحالة شنو صار عندي؟ قلة تصنيع LDL receptor، decrease the clearance of the plasma LDL from circulation، وراح يزداد شنو؟ the free total cholesterol. إذا hypothyroidism يمكن أن يسبب لي hyper secondary hypercholesterolemia. يعني أقول لكم كيس واحد عنده ثايرويد ديس اوردر ولاحظنا عنده زياده بالتوتال كوليسترول وايضا شويه بالترايجليسرايد، لكن هذا الكيس شنو نشخصه؟ نشخصه بان هو سيكندري هايبر كوليستريمي. حاله النيفروتيك سيندروم، شنو النيفروتيك سيندروم؟ نيفروتيك سيندرومز هي كيدني ديزيز بورز ان جلوميرولار ميمبران، يصير فلتريشن بيمن بالبروتين والريد بلس سيل. يعني وجود فتحات بالجلوميرولار ميمبران مات الكدني، يصير فلتريشن بيمن بالبروتين والريد بلاسيل، بروتين يوريا، هيماتشوريا. بما ان اللايبوبروتين اللي هو ال دي ال تكون من جزئين، جزء بروتين وجزء ليبيد، كمية البلازما بروتين كونسنتريشن هي الامونت على الفوليوم. فهذول من صار عندهم بروتين يوريا نزلت البروتين باليورين، زاد الفوليوم صار عندهم اوديما، قل البروتين كونسنتريشن. فاذا قل البروتين كونسنتريشن يعني قلت ال LDL، فراح تزداد شنو؟ الفري توتال كوليسترول. بالنيفروتيك سيندروم شنو هي؟ هي كيدني ديزيز نتيجه وجود بورز بالجلوميرولار ميمبران، يصير فلتريشن بيمن بالبروتين اللي هو بروتين يوريا، تظهر البروتين باليورين نلاحظها، ويظهر عندهم ريد بلس سيل باليورين هيماتشوريا. بما ان ال LDL اللايبوبروتين اللي ينقل الكوليسترول هو يتكون من جزئين، قلنا بروتين وليبيد، فالبروتين ظهرت باليورين قل الكونسنتريشن مال البروتين، فقلت ال LDL راح تزداد الفري توتال كوليسترول. واضح طلاب شلون صار عندنا هنا بالنيفروتيك سيندروم شلون زاد عندي توتال كوليسترول؟ واضح طلاب؟ نعم دكتور واضح. نعم دكتور. تمام. الشيلوسيستاتيس اللي هو obstruction بالبايل داكت، قلنا هنا الكوليسترول شرحنا هنا الميتابوليزم، قلنا هنا هذا الكوليسترول يرجع بواسطة ال HDL يتجمع من التشو ويرجع للليفر حتى يحوله إلى البايل سالت حتى يصير بي دايجستشن. هنا بحالة الشيلوسيستاتيز يصير obstruction بالبايل داكت، لذلك البايل cannot flow from liver to the duodenum، راح يرجع فراح يصير retention للتوتال كوليسترول، يزداد الفري توتال كوليسترول حالة الشيلوسيستاتيز. الدرجات اللي تسبب زيادة التوتال كوليسترول هاي طلاب واجب عليكم تقرونها. سكندري هايبر ترايجلايسيرايديميا اما اكسس الكحول كونسمشن، اذا اخذنا مايلد مودريت الكحول كونسبشن هذا فقط يسبب لي اكتيفيشن للاتش دي ال للابو ايوان اللي يزيد لي الاتش دي ال. هذا السلايد
فقط زيد لي الأبو أي رح زيد لي ال HDL. هاي بحالة المايلد مودريت الكحول كونسبشن. يعني إذا واحد استهلك مايلد أو مودريت الكحول كونسبشن راح فقط يزيد لي ال HDL لأن يسبب لي اكتيفيشن للأبو أي وان. لكن إذا أكسس الكحول كونسبشن راح يصير إنهبت لللايبوبروتين لايبيز فما راح تتحطم للترايجليسيرايد ويصير إنهبت للفاتي أسيد أوكسيديشن راح تزداد بهاي الحالة للترايجليسيرايد ما يصير بها هيدروليسيز لأن الإنزيم الخاص بالتحطيم اللايبوبروتين الترايجليسيرايد الدهون الثلاثية هو ديفيشنسي إنهبت باللايبوبروتين لايبيز انهبت بالفاتي أسيد أوكسيديشن. بالدي أم بما أن الدي أم نوعين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي هو ديفيشنسي بالإنسولين قلنا اللايبوبروتين لايبيز يتحفز إذا ماكو إنسولين يصير بي أكتيفيشن راح يتحول المن يحطم لترايجليسرايد في فاتي أسيد. في فاتي أسيد يمكن يصير بي ريأسترفيكيشن وتكوني تصنعي مرة ثانية ترايجليسيرايد. أو بحالة الديزيز هو الجلايكوجين ستورج ديزيز اللي هو نتيجة الخلل ديفيشنسي بالجلوكوز 6 فوسفيتيز. هذا الإنزيم الجلوكوز 6 فوسفيتيز راح يحول لي الجلوكوز 6 فوسفيت إلى الجلوكوز. إذا ما موجود هذا الإنزيم الجلوكوز 6 فوسفيتيز راح شنو؟ راح يدخل إلى البنتوز فوسفيت باثوي. الجلوكوز 6 فوسفيت يتحول الى جلوكوز 3 فوسفيت وبعدين يتحول الى الجلايسرال الديهايد 3 فوسفيت وبعدين يتحول الى الفري فاتي اسيد. واضح طلاب؟ نجي الى النوع الثالث اللي هو الهايبر لايبو الهايبر الفا لايبو بروتينيميا اللي هي البرايمري زياده بالاتش دي ال. الفا لايبو بروتينيميا بما ان الاتش دي ال قلنا موجوده بالالفا اذا يسمونه هايبر الفا لايبو بروتينيميا. البرايمري هايبر الفا لايبو بروتينيميا اللي هو كوليسترول استر ترانسفير بروتين ديفيشنسي سي تاب. هذا الانزيم يسمونه سي تاب كوليسترول إستر ترانسفير ديفيشنسي يحول الكوليسترول إلى كوليسترول إستر. إذا زاد الكوليسترول إستر راح تزداد الـ HDL. في حالة بحالة الإيثانول إنتيك اللي هو المايلد مودريت إذا أكسس الكحول كونسبشن لا يقلل الـ HDL ويزيد لي الترايجليسيرايد. حالة الإكسرسايز الدرجات هنا مطلوبة عليكم. هايبو ألفا لايبو بروتينيميا غلة ال HDL اللي هو بالبرايمري أو بالسكندري. البرايمري بالأبو أي ابنورماليتي اللي هو تانجرز ديزيز يسمونه ليسيتين كوليسترول أسايل ترانسفيريز إيش أي ديزيز. والسكندري نيو توبوكو سموكينج بولي كنترول دايابيتس ميليتس إنسولين ريزيستنس كرونيك كيدني ديزيز أو بعض الدرجات أيضا واجب عليكم. هنا في حالات يزداد الـ VLDL والـ LDL بالهايبركوليستريمي بالمولتيبل مايلوما بالهيباتوما بالكاشينج سيندروم. في حالات يقل الـ VLDL بالهايبو لايبوبروتينيميا بالمال أبزوربشن بالمال نيوتريشن بالبيرنز بالهايبو هايبرثايرويديزم. وهنا ها طلاب هاي هوم وورك عليكم. هم يعني يا نوع من اللايبو الليبيد راح يزداد بهاي الحالات ويا نوع وين يصير ابنورمالتي بيا نوع من اللايبو بروتين وليش. مختبرنا محاضرتنا لليوم هذا الجزء خلص. ان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل شلون نقيس ال HDL وال VLDL كوليسترول والترايجليسيرايد وبعمل ان شاء الله. يوم الثاني يعني إن شاء الله طلاب عندكم أورال بهذه المحاضرة وأيضا بجزء من محاضرة الدكتورة هبة. طلاب
طلاب واضحة المحاضرة؟ نعم دكتورة. هي دكتورة واضحة. راح سنزل لكم الرابط مع الحضور، سجلون حضور.